مع الطاهر الفازع. إكسبرس اف ام، تزيد في القيمة. زون ميكس، رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى الخمسة متاع العشية. نحكيو ونحلو ملف تشامبيونز ليغ الإفريقية. أكيد النجم الساحلي حقق فوز ثمين البارح ضد نادي الأهلي المصري، فتح به مقابلته في تشامبيونز ليغ. بعد شوية كيف باش تكون معانا من المغرب زميلتنا الصحفية أمل لقيلة، نحكيو معاها على أجواء قبل مقابلة الترجي وكذلك الرجاء البيضاوي، وشنو حكاية تمنع التيفو متاع جماهير الرجاء عفوا من قبل السلطات المغربية. لكن قبل هذا نحكيو على ماتش ليتوال والأهلي. موجود معانا بالتليفون لاعب الدولي السابق والمدرب الحالي سيف غزير. أهلا بك سيف. مرحبا بك خويا سلام، مرحبا بكل المستمعين. كيفاش راك؟ شنو حوالك؟ شنو الأمور؟ والله الحمد لله الحمد لله. عندكم ماتش غدوة؟ والله لعبنا اليوم، ما نجبدوش عليه خير. عايش خويا بالحق. علاش؟ خاطرك ما تعرف الاجواء الكره الافريقيه راهو اكثر من ممتازه في الرابطه الثانيه. الكره الافريقيه جمله واحده. قل لي صار قلبك يعني قلبك معبي بهالي اسلام. يعني تعرفني خوك، معناه ما عنديش الاشكاليه مع حتى فهمت. نحب الناس كل، نحب الخير الناس كل. اليوم انا لعبت 8 سنين، قرابه 8 سنين مع ليتوال، كوب دافريك، غانا، نيجيريا، وشفت ظلم معناه كبير. اليوم الظلم اللي ريته في جورجيا اللي هي الحقيقه، وسامحوني المستمعين الحقيقه سماح. خسرتوا 2-1. اي الهدف الاول راهو عندنا الحارس معناه كلام منكب وبلع لسانه. الاربيتر قال لك العب، قعدنا نلعب قرابة 30 سكوند لين الاخر حتى من السونتر، والاربيتر اسامه رزقله قال لك اخويا العب خليه يبلع لسانه، قال لك شنو مشكلتي انت يا رسول الله؟ به والله العظيم تيكا ان شاء الله تعوض. هو اهم حاجه كانوا الاولاد الحمد لله معناها خرجوا له لسانه على البلاصه معناها المهم لاباس الحمد لله، هذاك اهم حاجه الحمد لله. به ان شاء الله تعوض في المقابله الجايه سيف مع الملعب الصفاقسي. به نحكي شويه عن ماتش ليتوال. اكيد البارح تابعت ماتش سيف، كيف شفت ليتوال البارح ضد العملاق كما الاهلي المصري؟ اول حاجه ما يلزمش يلزم جمهور ليتوال زاد حتى بعد الربح يلزم يتيقن ويحط ثقيل في القاع، لانه يعني اول مقابله في البطوله معناها في دوري المجموعات في رابطه الابطال. يعني النجم الساحلي ربح ما ترشحش، ما هو الا ربح باهي البارح ليتوال باللونجاجمون بالديسيبلين تكتيك. الحقيقه خذوا الثنائيات كل على الاهلي المصري. يظن لي النجم الساحلي يستاهل 3 نقاط تاعو على الاسكور اللي عمله. مازالت البطوله طويله، راهو ما يلزمناش ننساو، ما يلزمناش ندخلوا في لوباري. صحيح ربحنا الاهلي المصري، لكن الاهلي المصري راهو فريق من عده فرق موجوده في رابطه الابطال. النجم يبني على المقابله هذه. ما ننساوش اللي المدرب هذه اول مقابله لي في مسابقه افريقيه مع النجم، ثاني مقابله معناها توت كومبيتيشن كونفوندو كما نقولوا. يعني مازال عنده الوقت ينجم يبني، وانت تعرف ديما الواحد التصليح في بعد الربح ديما يكون خير. رينا ملاعبيه اللي الحقيقه اعطاو مردود كبير برشا ويزون كونفيرمي، كما الشيخاوي كما بعيو مثناني. الحقيقه اللي كانوا في المستوى نتاع مقابله كبيره كما هكا. شفنا زياد بغطاس ما خسرش الحقيقه. يعني انتصار مهم للمعنويات للمشوار الجاي الكل نتاع النجم الساحلي. ما ننساوش راهو اسلام الفتره الصعيبه اللي تعدى بها النجم الساحلي، راهو ما ننساوش حتى الملاعبيه راهم بشر ينجموا يتاثروا بالحاجات هذوما نتاع استقاله سيريزا وكل شيء، لكن عملوا رياكسيون وزيدي على اوتور. نجموا نحكيوا على بصمه نتاع جريد ولا مازال بكري سيف؟ مازال بكري. انا قلت لك حتى المقابله البارح النجم الساحلي راهو ربح بالجريد، ربح بالراجل الفانكر، ربح كي الملاعبيه ربحوا الاتيوال نتاعهم الكل. يعني ما شفناش يعني لقطات كبيره، ما شفناش دي كومبينيزون، ما شفناش حاجه كبيره، لكن للنجم الساحلي اللي هو ربح باهي نجم يبني عليه. وتحب معناها في 2 سمان اكتشف يعني الافكتيف اللي عنده، ونجم نحاسبه المقابله الجايه واللي بعدها ان شاء الله. قادر يمشي لبعيد ليتوال بالافكتيف هذا سيفه؟ والله يلزم برشا تعزيزات الحقيقه. ثم سالته نقطه استفهام في النجم الساحلي، مع كل احتراماتي ليه احنا نحكيو ككره. يلزمنا زاد معوض الحناشي راهو يلزمنا نقراو حسابنا، ما نلزمش نلعب مقابلات الكل. يلزمنا نعرفوا طاح شويه سنة مش حناشي العام ناوي ولا
بطبيعة عادي جدا، عامل السن والمقابلات تتالي المقابلات سي نورمال شي هاتر فهمت. طوي النجم الساحل يزمو حتى الريكروتمون تاعو يكونوا معناها بيان سيبلي، صمم لاعبين زايدين في ما عطاوش حتى اضافه اكثر من موسم اليوم كيما اللاعب الفنزويلي ما قدمش الاضافه. لاعب شكون؟ الفنزويلي داروين غونزاليس. داروين ما عطاش الاضافه، ماريناش حاجه كبيره برشا. اذا كان لاعب اجنبي يخص بالعمله اجنبي بالعمله الصعبه وفي مقابله كما البارح ضد الاهلي ما يكونش موجود، دونك ما فماش فايده باش يكون موجود في الفريق جمله. يعطيك الصحه، هذا كان اللي نحكي فيه معناها. انت مش توا الفتره الطيبه هذه لازمنا النجم الساحلي يعرف يختار الملاعبين باش يجيبهم. فلما ننساوش النجم الساحلي تشامبيونز ليغ راه قويه برشا السنة، يعني زعما افكتيف. ما نعرفش الجامعه شنو اختارت باش تلعب الشان ولا لا، مازال مش متاكد. هذاك علاش عنده دور كبير، ينجموا ملاعبين يمشيو يشاركوا مع النجم في الشان. هذاك علاش النجم ينجم يعرف يعبي الافكتيف نتاعو، مش جوست الكونتيتي مي بالكاليتي. لازم تعزيزات بخلاف الهجوم، شنو المراكز الاخرين سيف؟ والله يغضب لي الهجوم على مستوى يعني الكولوار الحقيقه، النجم الرافيسان محتاج الملعبيه الكولوار، وزيد البوست اللي لعب فيه شفت من بعد فيه الشيخاوي، زاد يلزمنا نقال معوض الشيخاوي لانه كما تشوف البارح كي خرج الشيخاوي ما نعرفش، لازمنا نعطيو اكثر كونفيونس في راس الحقيقه الكاليتي نتاع الملاعب، ينجم يقدم اضافه كبيره برشا للنجم الساحلي واللي عنده كاليتي ان شاء الله يمشي لبي. بالنسبه للهجوم كوليبالي نجم يكون تعزيز هام ولا؟ شوف نيكولا بالي انا صارت لي عليه مشكله كبيره، لانه قلت لي نجم حتى مو الفايل على ملاعبي حسب رايي، مانيش نحكي كرويا انا، نجم ما يعاونش ليتوال. بون ان شاء الله يكذبني، ان شاء الله يكذب توقعاتي. خاطر بعيد على الميادين ما عندوش نسق ولا كيفاش بالضبط؟ بالطبيعه بعيد على الميادين تستنى منه كل شيء، راهو عملها مع فرق في اوروبا ولا عملها مع فرق كبيره برشا، النجم يعملها مع النجم الساحلي. لازم اول حاجه النجم الساحلي من تو يحافظ على حقوقه فهمت، والملاعب هذا وقت اللي يمشي في شعبك ماهوش مش يروح حتى حد، هذاك علاش لازم يكون قوي في مخه. واضح. السؤال الاخير ظهر لي على الشيخاوي، شفنا ياسين تاع ايام زمان البارح رغم اللي بعيد برشا كان على الميادين. صحيح هذاك هو الكابتن، هذاك هو من الماتش كبير وكذب برشا وقت الحاسب الساحلي لقاه، هذاك هو فهمت، هذاك قوه الملاعبين الكبار اللي ما يتيحوش ويعرفوا واش يعملوا في المقابلات الكبيره. واضح، يعطيك الصحه سيف غزير، بالتوفيق ليك ان شاء الله مع ملعب سفيكسي، بالتوفيق ان شاء الله للنجم الساحلي ايضا في الشامبيونز ليغ الافريقيه. بعد شويه نحلوا صفحه رجاء البيضاوي والاسبيرونس، مقابله هام اكيد ممثل تونس الثاني، وتكونش معنا بعد شويه ملس القعيده الصحفيه المغربيه وعدد الكواليس تحكيهم قبل انطلاق المقابله.